اهلا بكم من جديد. كما قلت لحضراتكم احنا لدينا قضيه هنعرضها بتكثيف شديد وبدون تفاصيل كثيره، لاننا بنتكلم عن اليه وطريقه للاستيلاء على اراضي الدوله، مافيا اراضي الدوله، كيف يعملون وكيف تتعامل معهم الدوله. لكن الحقيقه قبل ما ندخل في هذا الموضوع مباشره، انا لابد ان اعترف لحضراتكم بفضل هذا الرجل الذي اجلس امامه، وهو المحامي الكبير الاستاذ جمال سمير محرم. اهلا بك الاول. اهلا بك يا فندم. زي حضرتك. حكايه الفضل دي انه الاستاذ جمال الحقيقه كان اول من جمع الاوراق التي تدين المقاول الهارب محمد علي في قضيه التهرب الضريبي، وانا خدت منه هذه الاوراق وعرضناها وقتها، انا كنت في 90 دقيقه تمام واتكلمنا، فكانت ضربه البدايه في انه الراجل جمع الاوراق والتهرب الضريبي وبدا يشتغل في قضيه التهرب الضريبي بتاعته. فانت يعني انا الاعتراف بحقك. لا اشكر حضرتك طبعا، كان منبر اعلامي رائع، وكان يعني البلاغ فعلا كان على الهواء واتى بالنتيجه المرجوه منه. وكان اسرع حكم صدر بعد ثبوت تهربه من الضرائب من خلال الست شركات او سبع شركات اللي هو كان عاملهم بموجب السجل التجاري. بالظبط. لان كان العالم انت ليك تشبيه لمحمد علي، انا اسمها واحنا شغالين في القضية دي زمان. والله يا فندم يعني أنا محمد علي يعني دايما بشبهه عذرا يعني، ولكن عامل زي راقصة الشمعدان بتاعت زمان. راقصة الشمعدان التخينة دي اللي بتبقى التخينة اللي بتبقى حاطة الشمعدان، لا منها بتغني والناس سامعاها ولا منها بترقص والناس بتتفرج عليها. فدايما يظهر بأي شكل. انا اولادي بيتخطفوا، انا الحقوني، مش عارف بيحصل ايه، انا انزلوا يا مصري، هو ولا هو ولا في حد بيجي جنبه ولا حد باصص له. بس هو بقى زي الراقصة الشمعدان. رقصة شمعدان. بالظبط كده. عشان يحاول يلفت النظر بشكل. بنسجل المصطلح ليك كمان. لا. يبقى انت كده ايه، كشفت تهربه الضريبي وان هو راقصة شمعدان. طيب خلينا بقى في الموضوع بتاع النهارده، وانا عارف ان الموضوع شائك جدا. تمام. وانت تقدمت بيه بلاغ للنائب العام. تمام. ضد اشخاص بعينهم. تمام. مش هنتطرق للاشخاص لانه البلاغ لا يزال قيد التحقيق. تمام يا فندم. عند النائب العام. لكن ايه الحكايه؟ وانا هبقى منصت زي الساده المشاهدين للحكايه اللي هتقولها لنا. والله يا فندم هو سرقه اموال البلد واراضيها. واراضيها بالظبط كده. انا يعني هوضح بس ان الامر بدا من خلال بلاغ عن احد رؤساء احياء سابقين قام بشراء قطعة أرض ب 19 مليون جنيه، ثم قطعة أرض أخرى ب 253 مليون جنيه. ودي كانت يعني البداية. إحنا عندنا أكتر من 12 قانون رقابي وتجريمي في الدولة. على موظف أو على مواطن وهكذا. المهم فبصراحة كانت البداية تدور في الفلك الخاص بالكسب غير المشروع، ولكن حبيت أفهم الموضوع يمشي إزاي. لأنه رئيس حي. لانه كان رئيس حي. كان رئيس حي. ما هو اشترى الاراضي دي في نفس المنطقه اللي هو كان رئيس حي فيها. كان رئيس حي فيها. فهنا كسب غير مشروع. بالظبط كده. ومسؤوليات اخرى، لان الموضوع لما حبيت ابحثه عشان اعرف اصل الارض ايه، ما هو ممكن يا سيدي يكون وارث معاه فلوس اي مكان يعني. ولكن الحاله اللي كان فيها الاوراق قدامي هي حاله تكررت على فترات كبيره جدا. تتلخص في الاتي. بدايه الاستيلاء يأتي من حاجة اسمها الحجج الشرعية. الحجج الشرعية دي اللي فيها بتاع الوقف. فيها وقف، جزء وقف، وبيكون جزء مش وقف، يعني حجة في الفترة اللي بيتم فيها تخصيص أو وضع محافظات معينة زي مرسى مطروح من بعد يعني مثلا سي كانت البحيرة تشمل مرسى مطروح. اتصلت مرسى مطروح بيطلع قرار وعلى جميع الملاك الاتيان بمستندات الملكيه علشان يتم تجنبها من املاك الدوله. فبتظهر فتره حاجه اسمها الحجج. والحجج دي يعني مشكله، انا شايفها هي مشكله امنيه. يعني مش هتكلم في حدود ملكيه ارض، لا، انا بالنسبه لي هي مشكله امنيه. ليه؟ بتبدا القصه من الحجه. الحجه سي بتكون باسم احد ورثه فلان. بياتي احد تجار الاراضي اللي فاهم. يروح يعني رايح في قطعه ارض والحجه بتاعتها معايا. تمام. بتاعتي. يجي تاجر الارض ده. تمام. يجي ما هو على فرض انها معاك وعلى فرض ان الحجه صحيحه. ماشي. بيجي يشوف والله تسلسل الورثه. من اول واحد لحد اخر واحد.
لو مش موجود بيتوجد. اه لو مش موجود بيتوجد من خلال تشابه اسماء، لان انت عارف حضرتك يعني احنا في مصر محمد علي احمد ومصطفى محمد محمود كتير كتير. يبتدي من بدايه الاعلامات الشرعيه للحجه عمل بعض التصرفات الخاصه بالبيع والشراء والصحه والنفاذ. بمعنى دائما وابدا بيكون الف باع لب، ب باع لجيم، جيم باع لدال، عشان نقول ان دال ده حسن النيه، ممكن يبقى دال ده هو صاحب الجيم كله. بس ايه، لازم نحط في النص بعض اخرين بحيث ان هو يبقى عشان لو سئل. لان هي ناس فاهمه قانون. يعني في كتير بيبقوا مش لازم يكونوا محامي ولا لا لا خالص، في ناس من كتر شغلهم في الجزئيه دي بيفطن الى جزء كبير في القانون. يبتدي يتصرف على اقامه دعوى صحه ونفاذ على قطعه الارض اللي احنا مش عارفين اصل حجتها صحيحه او غير صحيحه، واذا كان حائز الحجه هو احد الورثه ولا لا. الحجه وهي موجوده مع صاحب القيمه تمام، تظهر قيمتها امتى؟ بعد استصدار حكم واجب النفاذ. فلما نقول بقى صاحب الحجه الف جاب الورثه واتفر هم منين ولا فين، والورثه دول باعوا الواحد والواحد باع لواحد والواحد باع لواحد، فنيجي عند اخر واحد وعملوا صحه ونفاذ رضائيه، ودي بتبقى غريبه قوي. ليه غريبه؟ غريبه لان الطبيعي ان يتم بحث الملكيه. وده يعني انا يمكن بعض التوصيات هستاذن حضرتك في اخر الجزئيه دي عشان خاطر يعني نحد من هذا الامر. تحصلوا على الحكم بالصيغه التنفيذيه، يبتدوا يعني احنا خلاص يعني الحجه وهي في حوزه صاحبها ملهاش قيمه. بعد ما بتتم مجموعه المبيع البيوع دي البيع المتتابع ده بنروح المحكمه ونطلع صيغه تنفيذيه لاخر واحد لاخر واحد بشكل ودي عشان نبتدي نتوجه على المحافظه من خلال الاملاك او من خلال المساحه وبطريقه او باخرى. يا اما بيتم وضع هذا الحكم المزيل بالصيغه التنفيذيه داخل اوراق المحافظه بحيث ان المحافظه يتم تجنيب هذه الارض باعتبار ظهور مالك بالظبط، مش بتاعت ولا رسمي خلاص. لا وبيتعامل مع حكم في صيغه تنفيذيه. ده انا هقول لحضرتك مفاجاه يعني. يا اما بيقيم بعض الدعاوى داخل مجلس الدوله طعون. لو المحافظه مخصصه ارض لشركه سين، يروح هو رافع طعن يقول لا ده الارض بتاعتي، وبالتالي يؤثر سلبا على الشركه سين اللي هي داخله تعمل استثمارات. بحيث ان نصل لمرحله التفاوض. نصل لمرحله التفاوض. فياخد قرشين ويسكت. ويبتدي الجيم وبشكل قانوني يبقى عطل الشغل. انا عايز بشكل قانوني. سبب ما انا بقول امنيه الحجج ايه، احنا كانت في مشكله يمكن الموضوع ده حصل في 2005. دفاتر الحجج سي مثلا 100 ورقه. في عصرها وفي اوانها اتملى منها 70 ورقه او 80 ورقه. بيتبقى حوالي 20 ورقه فاضيين في الحجه في الدفتر بتاع الحجج. فضعاف النفوس بشكل او باخر مع الموظف الحائز لدفتر الحجج للدفتر الا من رحم ربي، يعني في منهم كتير كويس عشان برضه ما بنصدم. بس خليني اقول لحضرتك آلية ضعاف النفوس يعني بالظبط كده. خلينا نصل لآلية التنفيذ. بيتم استقطاع هذه الاوراق الغير مملاه والزج بيها في وسط بقيه الحجج. مع امكانيه تعديل السيريال بتاعها. المسلسل بتاع وبالتالي فلو الدوله راحت تتاكد من صحه الحجه هتلاقيها موجوده. هتلاقي الحجه موجوده. وبالتالي فهيبقى ما بني عليها بعد كده صحيح، لكن هي في الاصل الحجه. يعني انت بتكتشف النهارده عن ما يمكن ان نسميه مافيا الحجج الشرعيه. بالظبط يا فندم. دي مافيا. الكلام ده في اراضي موجوده حاليا. بشكل يعني على النيل، اراضي في على البحر في مطروح، يعني دايما المناطق اللي هي كانت محاطه بالنيل والبحر دي دايما تلاقي حجج بال 5000 فدان وبال 3000 فدان. المهم لما حاولت ابحث من خلال الشكوى بقى الاصليه بتاعتي عشان اصل لها بتاعت الراجل اللي هو بالظبط كده اللي هو كان رئيس الحي. لقيته من ضمن الاوراق اللي هو شاري بيها الارض عقد حكم صادر باسم الامه محكمه شبرا الوطنيه
معانا، ما احنا معانا الحكم ده يا شباب مش كده؟ وروه لنا عشان بس الساده المشاهدين يبقوا شايفين. المهم الحكم مكتوب، يعني هي اول ملحوظه جت هي دي بالنسبه لي. مكتوب على الكمبيوتر بولد، وسنه كام؟ 58. على الكمبيوتر؟ يعني متامر واهبل. يعني هو ورونا ورونا يا جماعه، لان ده مهم. يعني انت هو واخد تاريخ 58، هو ده؟ يا فندم. هو التاريخ يعني فوق اهو جنب الختم. جنب الختم سنه 58 ومكتوب على الكمبيوتر. بالظبط كده. اهو قدامنا اهو. حلو ده. تمام. طب انت بتتكلم على خيال علمي يعني ونسبة. اكيد برضو كان في تصور يعني. تمام. وطبعا الحكم يعني فيه كل الداتا اللي ممكن لما اطلع منها الصيغه، عشان الصوره الرسميه او الصيغه التنفيذيه، واروح بيها للجهه. وطبعا لما نيجي نروح نسال على الاحكام ده لقيت اتعدمت. طبعا. خلاص يعني لك الاحكام راحت. فانا النهارده شغال على هذا الحكم. وطبعا القاضي بس حلو ده، ده سبق يعني. لا وختم النسر حكم سنه 58 مكتوب على الكمبيوتر. احنا متقدمين من زمان يا فندم. بس احنا اللي مش واخدين بالنا. فهي الفكره، انا دي كانت بدايه الموقف بالنسبه لي. طبعا يعني هذا انت الحكم، انت بتدور في قضيه، انا بدور قدامك قضيه ثانيه. بالظبط كده. نفس الموضوع. يمكن اليه البحث الخاصه، لان دايما البحث على الفساد مش موضوع نمطي. والكشف عنه من خلال خبرات مكتسبه من خلال شغلنا. صحيح. طيب بعد ما لقيت الحكم ده طبعا لقيت الحكم، فوجئت بعد الحكم اللي صادر سنه 58 مكتوب على الكمبيوتر، ورثه سين اللي مكتوب اسمه هنا باع لصاد، وراحوا هما الاثنين اتصالحوا في المحكمه وطلعوا صيغه تنفيذيه. كويس. وابتدوا من هنا نقطه البدايه. يتوجهوا للمحافظه، ارض جد 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 جدي، وعاوزين الحق جد جد جدي في الموضوع دوت، واحنا ده ملكنا. تمام. فالمحافظه سي تعترض يا ترفض يا تقول محل بحث. كويس. يروحوا على حته الارض. بالمناسبه هي الحجه لما بتتكتب بتحتاج ترجمه، على الرغم انها مكتوبه بالعربي لانها بتتكتب بخطوط شويه. ايوه. ففي مكاتب ترجمه خاصه بالحجج. بتكون فيها حاله تفصيليه اكتر. ويبتدي اسقاط الحدود اللي موجوده على الارض اللي هنا. اللي هم محل العقد اللي عجباهم. تمام. ويروحوا بناء على هذا الكلام يا اما للحائز لحته الارض اللي ممكن تبقى شركته او حاجه، او للمحافظه، مع اقامه بعض الطعون داخل مجلس الدوله لالغاء التراخيص اللي صدرت من المحافظه على قطعه الارض دي. نبتدي ندخل في مواجهه، ومجلس الدوله مستند في صيغه تنفيذيه وحجه موجوده. خلاص هيقول والله هيحكم. المحافظه نفس الموضوع. عشان كده بتكلم ان يعني الدافع الامني في هذا الامر خطير جدا. الموضوع مش موضوع ان احنا بنتكلم في اي حد يجي. اتفضل. الخطر الامني طبعا. انا بالنسبه لي خطر الامني. طبعا. هو النهارده احنا بنتكلم على ايه؟ على استيلاء على اراضي ملك للدوله، وفي اماكن مميزه جدا، اماكن مميزه بمليارات. وبالمناسبه نفس المجموعه دي جزء منهم تم اتهامه في مقتل شخص واسرته اللي اسمه عماد. ايوه استنى بقى، لان القضيه دي غامضه جدا. القضيه بتاعت التجمع. تمام يا فندم. تمام. هو الراجل اللي لقوه مقتول هو واولاده. هو واولاده مش كده؟ وكان فيها الاول قالوا شبهه انتحار، وفي الاخر الطب الشرعي قال هي مش شبهه انتحار. اللي هو قال لك، اللي هو قال لك انتحر بثلاث رصاصات ده. طلع. بالظبط كده. اول رصاصه ما عجبتوش طعمها. كانت مزه شويه. فجرب التاني. ايه علاقه الجريمه دي بالموضوع؟ لان رحمة الله بقى عليه، ربنا يسامحه، والناس دي لو الخبر بتاع القضية دي يا جماعة موجود خلونا نفكر الناس بيه لو سمحتوا، وتقولنا كده عشان بس الناس تبقى عارفة هنتكلم عن ايه. من خلال مصدر ان مجموعة هنا كانوا قاعدين مع هذا الشخص. المجموعة محل البلاغ في القضية. بالظبط كده. انت مقدم فيها البلاغ. كانوا قاعدين مع محل، مع الشخص اللي توفى دوت او اللي قتل. وعملوا قعدة عرب، لأن هو قال لهم الأرض دي أنا ليا فيها. لا على الكلام ويسأل عن مصدره يعني، بس مع التحقيقات هيبان يعني. قال أنا ليا 25 مليون جنيه. حضرتك بتقول رواية يعني أو رواية. رواية بالظبط كده. خاضعة للتحقيق. خاضعة للتحقيق ومحل تحقيق. تمام.
لان والله اعلم يمكن عشان حق الراجل ده والله اعلم لو كان يعني كان في اي يد باي شكل يفتح الامر يعني. يعني ممكن من خلال هذه القضيه يفتح تاني في قضيه. هو انا بقولها لك وربنا يستر. لا يعني لا انا بتكلم بالنسبه لي دلوقتي. احنا بنتكلم يا جماعه عشان بس الناس تبقى عارفه، لانه ممكن تقول والله انه الاستاذ جمال رافع القضيه دي فهو صاحب مصلحه. استاذ جمال دائم خلص. دائم تقديم البلاغات في قضايا فساد كبيره جدا، هذه القضايا تشكل خطر عليه. يعني هو حد يقول لك ما هو محامي ورافع قضيه او مقدم بلاغ، لانه احنا استضفناه بهذه الصفه لانه احد المنقبين عن الفساد في مصر. اشكرك يا فندم. فممكن القضيه دي تفتح مره اخرى. الله اعلم بالظبط كده، لان عرفنا ان كان في تواصل ما بين المجموعه اللي محل البلاغ مع الراجل واسرته دوت. ولكن انا بالنسبه لي زي ما بقول لحضرتك كده، انا بالنسبه لي الموضوع ينتهي عند حكم ظاهره لحتى الانتهاء من التحقيقات. ده اللي هو ضد مجهول مذبحه الرحاب 5 جثث لاب وزوجته وابنائه الثلاثه والجاني غير معلوم، هي دي القضيه. تمام يا فندم. مش كده؟ احنا بنتكلم في مايو 2018. يعني هذه القضيه يمكن ان تفتح بسبب، يمكن ان تفتح بسبب زي البلد. تمام، حتى تنتهي التحقيقات يعني. تمام، لان طبعا اكيد يعني ايا ما كان هو هذا الرجل صفته ايه، يعني تداولت اخبار ما بين ده راجل مزور ده راجل مش عارف ايه. يعني انا بالنسبه لنا وله اثار وله حاجات بالظبط كده، كلام كتير يعني لطمس المعالم الحقيقه في الامر. ولكن خلينا نصل، انا النهارده بتكلم على حكم صدر 58 مكتوب على الكمبيوتر على ارض بموجب حجه لإعلامات شرعية وأحكام صحة ونفاذ تسلم أو يصدر عليها صيغة تنفيذية نتيجة تصالح الطرفين والتوجه بها للمحافظة أو إقامة طعون في مجلس الدولة. كل اللي أنا عايز أوصل ليه اتفضل فقط يعني عذرا بس أنا إيه يعني اتفضل. أولا أنا كان نفسي يحدث الآتي مراجعة جميع الحجج الرسمية والتحفظ عليها. حلو، ده احنا هنا بنتكلم بقى على توصيات يعني الدولة حفاظا على كيف تحافظ على اراضيها. دي بالنسبه لي يعني اعتبرها اثار، اعتبرها مخطوطات. لجب تاخد هذا المقال. يا جماعه اكتبوا الاسترابات دي يا جماعه لو سمحتوا اللي بيقولها الاستاذ جمال. اول حاجه مراجعه جميع الحجج الرسميه. لازم تراجع للوقوف على الخطوط، للوقوف على تواريخ ميلاد الخطوط. يعني لو في حجج موجود منها حجج اخرى تم الزج بيها للحصول على اراضي يتم اكتشافها. تمام، اول حاجه اعدام جميع الصفحات الخاليه في دفاتر الحجج. في دفاتر الحجج يعني يجب ان تعدم او يتم عشان ما يتمش استخدامها. يا فندم بالظبط كده. الموضوع ده خطر. بخصوص الاحكام ولها حجيتها، ولكن الاحكام اللي صدرت، الاحكام بقى اللي صدرت ما هي الاحكام اللي صدرت يعني سنه 58 دي يعني ظاهر انا بالنسبه لي ظاهر التزوير فيها لحين الانتهاء من التحقيقات بين يعني. ايوه، ما هو الراجل كاتب حكم كاتب حكم على الكمبيوتر سنه 58. ايوه بالظبط كده، ما شاء الله عليه. فهي انا بالنسبه لي الاحكام الخاصه بالملكيه وتتعلق باراضي الدوله يتم مراجعتها والتاكد منها من خلال التحري لجهات معنيه. ليه؟ عشان خاطر الحاله اللي انا قدامها النهارده تقول في الاخر الى مصداقيه الحكم والحجه من عدمه. في وقت احنا النهارده بنعاني بالبناء على املاك الدوله والتعدي على املاك الدوله اللي خرج 3 متر تنظيم، ده انا عندي ناس واخده مش 3 متر، واخده املاك دوله. صحيح. فالموضوع ده محتاج مراجعه كتير. السابق وهذا لا ضرر فيه، والحرص في القادم. يعني يجب ان اللي فات ده، ما هو القادم حضرتك قلت التوصيتين الاولانيين اللي هو تمام التحفظ على الحجج والاوراق الفاضيه فيها. تمام. وبعدين تتكلم على مراجعه بقى الاحكام. يعني انت ممكن تلاقي رجال اعمال تمام ما شاء الله عليهم اليوم اسماء ضخمه جدا دلوقتي اللي هم متورطين في ده. ايوه طبعا. وناس ما نعرفهمش كمان خالص خدوا اراضي من الدوله وبيبقوا خلف الضوء بالمناسبه. يعني الناس دي بتبقى خلف الضوء يعني يعني قادرين يسيطروا. لا انت مصر فيها مثلا 6-7 رجال اعمال هم المشاهير في قدهم 100 مره وما حدش يعرف عنهم حاجه. بالظبط. وبالتالي فانا يعني دي توصيات الخاصه بالموضوع. تمام. انت بتتكلم دلوقتي احنا قدام ما يشبه المافيا لتسهيل كل ده. طبعا.
هي دي شبكه يا فندم. شبكه شبكه اه متواصله، بمعنى تبدا من، عشان برضو ما نظلمش، من اول بتاع المساحه. ده النهارده لما كنت ادخل، كنت رحت مره دمنهور في 2004 مثلا، لقيت ان الحفظ. طب انت الاوراق اللي مع حضرتك دي، يعني انت بس قدمت البلاغ للنائب العام فيها، ولا انت رحت جهات رقابيه وجهات؟ والله بص يا فندم، هي دائما وابدا ببدا من خلال مكتب معالي النائب العام، وبالتالي هو من خلال يعني اكثر خبره. لكن انت اوراقك كلها جاهزه لاي جهه رقابيه؟ طبعا يا فندم. اتفضل عشان يبقى في جديه كمان، والعلاقه ما بين الاطراف، وفي توكيلات وفي تفاصيل اكتر. بس انا الهدف الرساله، يعني دايما في قضايا مكافحه الفساد، انا لا يعنيني الاشخاص، انا مش بتكلم على بلاغ خاص. انت عارف انت بتفكرني، انت عارف انت بتحس، احنا يعني صديق عزيز، واحنا بنلتقي يعني، وعملنا شغل مع بعض كويس في كشف الفساد ده، بس بتحسسني طول الوقت انك ايه، طالع من مسلسل من مسلسلات اسامه انور وكاشا. عارف انت هو القضايا الكبيره بتاعت ايه؟ لا والله، هي القضايا النوعيه اللي أكتر. هو ارض طعمه. قضيه ارض طعمه، وتلاقي كل الناس متورطه فيها، والعدد كر. بس انه بدل الموضوع الصيت سمين شويه. يعني انا بالنسبه لي الامر، يعني انا عارف، وبصراحه عشان اكون امين معاك، يعني كنت متردد، بس انا يعني هي الفكره. لا ما هو احنا هنا حافظنا، احنا بنتكلم على يعني حاجه. انا لم اتعرض للبلاغ اللي انت مقدمه، ولا للاشخاص اللي انت متهمه. تمام. لكن احنا بنتكلم مع دوله بالظبط، انه في يا جماعه، يا اهل الخير في هذه الدوله، اللي هم الحقيقه لا يقصرون في تعقب الفساد. لا طبعا، ان عندي مافيا بتستغل ما يسمى الحجج، حجج الملكيه الشرعيه دي. تمام. ايوه بالظبط، في نهب اراضي الدوله، بيتم التسلسل ثابت. انت عندك بدايه الخطوط، بدايه الخطوط وحتى نهايه الحصول على. تمام. وبالتالي فالامر يعني، انا يا جماعه اللي ببلغ اهو الجهات الرقابيه عن الاستاذ جمال سمير محرم، انه الاوراق دي يعني ايوه، لازم نفحص زي ما احنا لما بلغنا على الراقصه صاحبه الشمعدان ده محمد علي، الحمد لله يعني. لا احنا جبنا نتيجه. والله يا جماعه احيانا الحاجات دي بتتوه، بس احنا اول مره يتقال انه محمد علي ده متهرب من الضرايب كان بسبب الراجل ده. وانا عرضت الموضوع و بعدها اتكلم معايا على الهواء، بعدها اتحرك البلاغ بتاع تهرب الضريبي، وصدر حكم عليه. بالظبط كده، مش كده؟ طبعا. وانا كنت فاكر على سنت الناس يقول لك الدوله استهدفته. اقسم بالله الراجل ده كان بيروح ويلم الاوراق بتاعت الشركات بتاعته، شركه، ولا احد تدخل، ولا احد ساعد، ولا حد قال لك انت بتعمل ده اللي بتكلم يعني فيه. هو جزء بالظبط يعني ده على ايدنا، اللي هو بقى كواليس اللي حاصل، احنا نحكيها لحضراتكم. زي ما كان رئيس السرية كده يقول لك سياتي يوم نجلس فيه نحكي ونتحكم. شرف. احنا هنقعد ان شاء الله وهنلتقي تاني في مثل هذا الموضوع، لان احنا اكيد هو الموضوع ده بالظبط كده، لما كمان النائب العام يفتح فيه التحقيقات هنبقى متفقين معه. انا بشكرك جدا، ليس على هذا البلاغ فقط، ولا ما قدمته لنا من معلومات فقط، ولكن على كل ما تقدمه الحقيقه لخدمه هذا البلد، اللي احنا ده واجب. بشكرك جدا المحامي الكبير الاستاذ جمال سمير محرم، كنت معانا النهارده، وبشكر حضراتكم على متابعتنا اليوم. بكره إن شاء الله عندنا حلقة، يمكن معظمها هيكون عن ما يحدث في كواليس الانتخابات القادمة، الاتهامات، حكاية المال السياسي، وهتشاركونا إن شاء الله بالرأي. إحنا لا عندنا حاجة في البلد دي نخبيها، ولا عندنا حاجة نخاف منها. ألتقيكم غدا إن شاء الله، وتصبحون على وطن.